يعد مركز التخزين والتبريد بالأغوات المدشن منذ أسابيع قليلة بمثابة نقطة تحول اقتصادية في تثمين وحفظ المنتوج المحلي والجهوي، وقد وقفت شروق نيوز على أول عملية لضخ اللحوم المجمدة. أول عملية تفريق للمخازن المتواجدة على مستوى المؤسسة والبالغة يعني كميتها 319 طن من اللحوم البيضاء المجمدة، وهذه إن شاء الله بإذن الله يتم توزيعها في السوق المحلية وكذا السوق للولايات المجاورة. الهدف من هذه العملية هو كسر يعني ارتفاع الأسعار وضبط السوق بتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة 295 دينار للكيلوغرام الواحد. مجمع تبريد للتخزين والتوزيع بسعة 10000 متر مكعب يحتوي على 13 غرفة مقسمة على 8000 متر مكعب بتبريد سالب و2000 متر مكعب بتبريد الموجب. المؤسسة المتوسطة للتبريد تستقبل مختلف السلع، منها اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة، ومنها الخضر والفواكه. العملية لاقت استحسان التجار الذين توافدوا من داخل وخارج الولاية. ماذا بين زملاء تجار قصابات المتواجدة في الأغواط يلتحقوا بهذا المركز الجهوي للتبريد لأخذ شحنة، وراه سعر للمواطن يعني سعر راه ما شاء الله ما شاء الله، ووفرونا كاع الأمور والسلعة، والسلعة راه خيرات. قالك اللي حاب يجي يدي كاع، اللي حوس على حاجة يدي قنطار عشرة، اللي حوس على حاجة يدي، ولا سوام خيرات الله يبارك. وتبقى أول عملية تفريغ للحوم المجمدة بهذا المكسب الاقتصادي متواصلة تحسبا لضخ كميات مماثلة في السوق المحلية من مختلف الحاجيات الأساسية القابلة للحفظ.